يبقى احنا فندم دلوقتي عندنا 6 محاور نفذناهم وان شاء الله هنفتتحهم مع سيادتك النهارده اللي هم باللون الاصفر. في 6 محاور يا فندم جاري تنفيذهم دلوقتي الممثلين باللون الاخضر. في 3 محاور ان شاء الله رب العالمين هنبدا فيهم في خلال الشهر القادم ان شاء الله، ودول ممثلين باللون الاحمر. في بس يا فندم موضوع التكلفه الماليه الخاصة بال، معلش يا هاب لو سمحت رجع الخريطة تاني. ارجع. أنا بس عايز أقول لك إيه، يعني إحنا لما قلنا إن إحنا غرب النيل أو غرب القاهرة اللي هو متمثل في محافظة الجيزة لازم نخلي نحرر الحركة فيه بشكل ما يقلش عن اللي إحنا عملناه في شرق القاهرة، شرق القاهرة، ويبقى بالتالي كده مدينة القاهرة دكتور مصطفى سواء كان شرقها أو غربها، غرب النيل أنا بتكلم دايما بنوصف نفسنا من نهر النيل يعني، يبقى كده احنا عملنا على الأقل الحركة الرئيسية. لكن يبقى وده تحدي بالنسبة لنا الحقيقة، انك انت مثلا يعني موضوع زي محور كرداسة أو آسف منطقة كرداسة دي، واخد بالك، انت بتتكلم في عدد سكان كبير قوي. طب انت حليت له المسألة على محور رئيسي سواء كان عرضي او طولي حوالين المدينه، حوالين الحي يعني. لكن تفتكر يا إيهاب هنا ايه اللي ممكن نعمله على الاقل محور رئيسي او اتنين، واحد يعني طولي وعرضي، ياخد الحي ده ويخلي فيه حركه ويبقى فيه ميدان وكلام من هذا القبيل. انا عارف ان حجم المساكن اللي موجود في الاحياء دي زي يعني كرداسة ونهية وبولاء طرق بسيطة يمكن حارة وحارة أو حارتين وحارتين، لكن في النهاية أنت حليت أو إحنا حلينا الموضوع حوالين الجيزة وعبرها، مش كده دكتور مصطفى؟ لكن أنا كمان عايز أخلي المواطن اللي في بولاء ده يتحرك بشكل كويس، اللي في كرداس. أصل إحنا اللي احنا بنعمله ده ما هو مش هدفه بس ان هو يتحرك كويس، لكن كمان يحس ان هو يعني مش معقول تبقى البيوت كلها في الكتله دي، الفاصل بين البيت والبيت مثلا 5-6 متر ولا 10 متر ولا حتى 20. فاحنا الموضوع ده محتاج دراسه مع محافظه الجيزه، نشوف المحاور اللي موجوده بالفعل جوه الاحياء ديت، ونبتدي نشوف احنا هل ممكن نوسعها ولا لا. انا بقول الكلام ده وبسمع الناس ليه؟ لان طبعا احنا عشان نعمل ده هنضطر ان احنا نعمل بعض الازالات يا دكتور مصطفى. وبس وانا بقول برضو كلام ده مبدا عام الدوله حطته على نفسها في ان هي اي ازالات بتتعمل لصالح النفع العام الدوله بتعوض الناس. فانا بس عايز اقول ان احنا رغم ان الخطه اللي انت عاملها طموحه دي هتخلص المفروض السنه دي ان شاء الله يا فندم، كله حتى الثلاثه المستقبلين دول ان شاء الله، مش كده؟ ان شاء الله. طيب داخلين في العام ده يا فندم. طيب هنشوف بس الباقي ده هل ممكن برضو نبقى طموحين ونخلصه السنه دي، في احنا في اول السنه يعني، احنا في شهر 2 ولا 3 حتى. تمام ماشي. تمام طيب اتفضل. احنا نسال سيادتك، احنا ندرس زي ما سيادتك امرت مع السيد المحافظ، وهم في تعاون شديد جدا طبعا، ويمكن انا هعرض على سيادتك كمان الاهالي عملوا ايه في موضوع التعويضات في اللوحه اللي بعد كده. ان شاء الله ده هندرسه ويتعرض يا فندم ونصدق بيه. انا بس يا فندم لفت نظري الحجم التكلفه الكبير جدا اللي بتتكلفه الدوله عشان الانشاء.